يقول صوموا تصحوا، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا حديث ضعيف لا يصح. هل يجوز استعمال عود السواك خلال الصيام؟ نعم يجوز، يجوز الاستياك في نهار رمضان. بعض العلماء كرهه يعني بعد الزوال، وليس على قوله أثارة يعني من دليل. فالصحيح أن السواك مشروع ومسنون، بل النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هو في رواية عند كل وضوء، عند كل وضوء. إذا نحن مثلا بغينا نصلي المغرب مثلا قربات المغرب، يعني من السنة أن نستاك، ولا حرج في ذلك ولا عيب ولا ضير. يقول هذا السواك يفطر، نفس السؤال هو معجون الأسنان، كذلك معجون الأسنان إذا لم يخلص شيء إلى جوفه فلا حرج، إذا كان غير هنا لأنه بمنزلة المضمضة. أشنا هو الحاجة اللي كتفطر؟ هي اللي كتدخل الجوف، أما الحاجة اللي كتكون هنا راه بمنزلة المضمضة. ولذلك أباح بعض العلماء ذوق الطعام، وهذه أنا كنقولها لكم ولكن لا تديروا شيء بها، لأنه لا يكاد يحسنها الناس. كيقول لك يمكن يذوق الطعام، لأن الذوق باش كيكون بأطراف اللسان، شي حاجة اللي درتي على طرف اللسان تعرف بأنها مالحة ولا حامضة ولا حلوة، غادي تعرفها بطرف اللسان، ومن بعد غادي تشلل فمك وتمشي. هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، وقد علق البخاري أثرا في صحيحه بذلك، لكن الإنسان لا يحسن هذا الأمر. إذا قضية المضمضة ولا استعمال السواك ولا معجون الأسنان إذا لم يدخل شيء إلى الجوف فلا حرج في ذلك ولا ضير. يقول ما حكم من يغسل أسنانه بالمعجون؟ كلكم كتسولوا على المعجون.